أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: استدل بعضهم بقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على أنه يمكن أن يصل بعض المسلمين المتأخرين إلى منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، فهل استدلاله صحيح وكيف الرد عليه؟ أصل الآية ما تدل على ما يقول لا من بعيد ولا من قريب، وإنما قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل إن من اتبعهم بإحسان يكون مثلهم في المنزل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن أحد يبي ينفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص، لكن لو قدر إن أحد ما يعادل المد من الشعير أو من التمر من غيرهم، لأن لهم ميزة الصحبة ما حد يشاركهم فيها. نعم العمل قد يكون بعض المتأخرين على عمل صالح وعلى، لكن الصحبة منين لها الصحبة؟ ما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحبة ما اختصوا بها، لا أحد يشاركهم فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.